معاكم عائشة البلوشي قائد منتخب السيدات للجولف جيمز تابع لدائرة التنمية الاقتصادية. سعيدين بالمشاركة في اليوم الرياضي الوطني تحت شعار الإمارات تجمعنا في عام التسامح، وشكرا لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية. سباقنا اليوم كان سباق التجديف مع فريق المحترفين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. السباق كان جدا جميل، حسينا بروح التعاون والفريق الواحد، فريق واحد، فوز واحد، وإن شاء الله نفوز.